بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويسعدني كثيرا ويشرف برنامج أسماء في حياتنا أن يواصل حلقاته التوثيقية مع شيخنا الرمز صادق عبد الله عبد الماجد. وكنا قد توقفنا بعد أن نحييك شيخ صادق في الحلقة الثانية من برنامج أسماء في حياتنا، كنا قد توقفنا عند حديثك عن شاعرنا الخالد يانيس البشير والصلة التي كانت تربطه بأستاذه حسين منصور. والتلاقي الاثنين كانوا متمردين يانيس البشير على المعهد والأستاذ حسين منصور على أساتذة المعهد. وحقيقة الحديث عن يانيس البشير الحديث شيق، والناس تريد أن تعرف معلومات كثيرة جدا، خاصة عن مسألة تكفيره وقصة الذهاب إلى مصر وديوان إشراقة، وكان كيف عند الشاعر الكبير إبراهيم ناجي، وقصة حقيقة فيها معميات بالنسبة لكثير من الناس حقيقة، حتى كثير من الإخوة الأدباء الذين لهم ضلع وباع في مجال الأدب والشعر يعني اختلفت رواياتهم حول هذه المسألة. نعم. فنكمل هذه القصة جداً. من خلال حديثك. شكرا من أخ عمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله وسلامه عليه. صحيح أنا أذكر في الحلقة الماضية وصفت الأخوين الكريمين عليهم رحمة الله بهذا التمرد، والتمرد هو يعني ما دائما خروج على الشيء على القاعدة فهما ده طبعا كده. وبعدين يمكن أقول لك حاجة عن الديوان فكان بيناتهم هذه العلاقة بين حسين منصور وبين التياني يوسف بشير. التياني كان يسكن في مدرمان في حي اسمه حي الكاشف. حي الكاشف هذا يقع بين شارع الوادي وبين شارع النص، ثورة بالنص اللي هو شارع كرري زمان. أيوة أيوة. كان شارع كرري حي مشهور يعني. نعم. وبيسكن طبعا مع والده في خلوته بالخلوة خلوة اسمها خلوة جيمي عابي الكتياب. الكتيابي. ولحسن الحظ بيسجل معانا دلوقتي هذه الحلقات قريبه أخونا مجذوب الكتيابي. يا سبحان الله. فتياني يسكن في هذا مع والده من الكتياب. ومعيلة ما شاء الله يعني معروفة ومحترمة ولها باع في ناحية الأدب. بالتأكيد صحيح. ما أعرف الواحد لأن مادة كثيرة لك. لا تفضل، وده من حظنا يعني. ففي في هذا البيت طبعا التياني في آخر أيامه أصيب بداء الصدر ويسكن في غرفة منفصل، ولما أحس أن فعلا حياته كده أصبحت قربت أو دنت حتى زاروه بعض الأدباء وضمن الحكاية في ديوانه، وفيهم محمد أحمد محجوب، فيهم يوسف التيني، فيهم محمد عثمان محجوب. فيبدو أنه كانوا لا بد يزوروه ولا بد أن يكونوا عاملين حسابهم من أن الزول والأوضة مكتومة ومشهورش بموية وكده، فضمنه هو بيت شعر فقعدوا في طرف العنقريب كده. فقال: خرجوا سالمين منه بحمد الله في زورة عراها النفاق. طبعا لا تاريخ لأن جوه لا بد يزوره وخايفين هم وخايفين طبعا. أفتكر حاجة طبيعية طبعا يعني زول المريض ومعروف يعني طبعا. وده جزء من قصيدة كان قال في رجل شاعر اسمه محمود أنيس جارة تجاني في بشير. يا أنيس الوجود، يا أنيس الحياة، يا أنيس الله، يعبق منك الطيب نبلا وتعبق الأخلاق، نفسك الحلوة الحبيبة للنفس عليها من السنة
أنماق يتعرى الكمال والخير فيها فيضيئان ما ترى الآماق. فقال له في لما زاروه يعني الزيارة دي قال له ما على القلب منهم وبحسبي صاحب ملء روحه إشفاق لشاعره لصديقه أنيس أنيس. واختم القصيدة بأبيات من الشعر فقال له فاحتفظها ذكرى فإن مت فقرأ بينها الحب ما عليه مذاق أو حيينا فسوف نقرأ فيها فترة لا أعادها الخلاق. قصيدة كان لها معصى. فحسين ديا لما عزم كان في مصر حسين قبل ما يسافر جاء في احتفال تسليم الشهادات لطلاب المعهد في جامعة عبد الرحمن الكبير ده كانوا الطلبة واقفين وقاعد شيخ المعهد اسمه من الهاشماب وجاء الشيخ الجارم جاء عشان يحضر توزيع الشهادات عشان يوريك تمرد حسين ده كان كيف. فطبعا كلهم قاعدين المشايخ ديل والطلبة قاعدين والمالقي محل واقفين فالداير كلمة أدو حسين ده كلمة لكن كتبها رايحوها لما جد كلمته دخل به هنا ودخل يد في جيبه الثاني طلع منه ورقة خاطبوا لهم قياما قياما مع القائم قاعدين في الوطن فلا عيش للنائم الحالم ولست بمسن على أحمد وشيخ الديار ولا الجارم إلى أن أرى منهم فتية يرد الأصول إلى آدم. يا سلام بس وين حصل؟ طبعا دي كلمة ده كلام ده خروج عن عن النص عن النص. ف ما عملوا أي شيء. بكريتها طبعا المدير الإنجليزي سمع ندى حسين وقال له يا حسين أنا سمعت قبل مدة يعني يومين ثلاثة أنك أنت ألقيت كلام طيب في الجامعة وكلام كويس لكن أنا بشوف أنه أنت شوية تعبان كده أعصابك وكده فأنا بديك إجازة تمشي شوية ترتاح في مصر وبعد ما ترتاح تجي راجع. طيب المرقى لياها تاني ما رجع الباب اتقفل وراه. عشان كده اتجاني في قصيدة ليه هو عن حسين شايف قصيدة بعنوان ملاحن فيها الهوى والألم أشار له لكلمته دي للقصيدة دي. طيب قال له ما تلك في جنبات الطريق قذفت بها في جهر الحمم شددت ولما اعتزمت لمصر الذهاب وآن لرأيك أن ينحزم جنحت إلى مزهري فانتزعت ملاحن فيها الهوى والألم شددت بكفيك أوتارها وأودعت فيها شيئي النغم. دي عن حسين جاء من المتمرد للمتمرد. بعدها تجاني فكر يلحق بحسين عشان كده يعني كتب ورواية تقول أنه وصل حلفة دي أنا ما متأكد منها كثير. يعني من الأسباب المؤكدة إنه لأنه أستاذ حسين سافر أو سفروه فهو عاوز يلحق بيه فقال جئت في حدها غرارا فحي الله مستودع الثقافة مصر. ما أذكر القصيدة كلها. فمنع التجاني إلى أن توفى الله هنا طبعا. وحسين توفي بعد فترة يعني كان لي بيه علاقة في مصر طيبة جدا جدا. أيامه كانت الأخيرة تجاني يوسف بشير كانت صعبة وأفتكر كان أحمد خير تدخل كثيرا في المسألة دي ولكن عاجلته يد المنية يعني كان دع الصدر قد استحكم فيه لدرجة بعيدة جدا صحيح. وما استطاعوا أنه
ويبدو لي من البيئة اللي كان بيعيش فيها المسألة البيئة دي. النفسية البيئة النفسية النفسية هو أحسن يعني هاي بالمناسبة تفعل الأفاعي للبيئة نعم. النفسية في عبد الرحيم محمد عبد الرحيم المؤرخ المعروف نعم كان عنده كتاب اسمه نفثات الإيراع نفثات الإيراع الإيراع نعم. كتاب قدري كده نعم نعم يقال طبعا أنا زرت مرة محمد عبد الرحيم ده يعني ما متعلم لكن رجل مؤرخ وبيكتب كلامه باللغة الدارية وبيخلطه مرة باللغة العربية باللغة العربية الصرفة أد هذا الكتاب للتياني عشان يصير له من أول وجديد باللغة العربية البحتة وفعلا فيقال إنه سهر التياني في هذا الكتاب وتضيق والده عليه في البيت أن يقوم للصلاة للفجر الساعة كذا وأشياء كده بيعملوها بعض المشايخ بالنسبة لأبنائهم ما براعوا الجوانب النفسية في هذا التصرف فدي زايد دي زايد عدم سفره لمصر وكده كون اللي عنده هذا وبعدين ما كان بيتغذى كويس دي كلها تكالبت وجعلت منه هذا الداء نفسات الإيراع من الكتب الممتازة جدا وأنا طلعت أيوه. على نسخة طلعت سريعا حقيقة أيوه. وفيه فنون كثيرة جدا صحيح. حتى بيتكلم عن صوت الأذان وكيف جميل والمؤذن كيف بدأ يعني كلام جميل وفيه أبواب عن الشعراء وعن الفنانين والمؤرخين كشكول يعني كشكول زي المستظرف من كل فن مستطرف صحيح. يعني كتاب رائع جدا وأفتكر حق الناس يعني كتاب زي ذي تعيد ما العارف عنه حاجة طباعته صحيح يعني أنا جاتني نسخة قديمة جدا مهترئة وجذبني الكلام الموجود لأنه عن بلدنا وعن رموز بلدنا وعن أشياء جميلة جدا صحيح. كتاب ممتاز جدا حقه تعاد طباعته وتكون يعني متاحة للجميع لأنه ده تاريخ البلد والله يا الواحد يتمنى ذلك لكن ياتيها ممكن تطلع بعمل والله أنا بفتكر أنا أفتكر وزارة الثقافة أفتكر نعم. ده الناشد الأخ الوزير عبد الباسط عبد الماجد والأخ صديق المكتبة نعم وانه هذه النسخ النادره من مثل هذه الكتب يجب ان الينابيع لابو طراف النميري ايضا نعم. انا افتكر دي كتب يجب ان تعاد يعني طباعتها للاستفاده وليلم الناس يعني ممكن اذا كان شبابنا ديل عن طريق الانترنت والسيديز والاشرطه دي ممكن تدخل لهم بعض الاشياء من هذه الكتب لعلهم يعني يفيقوا الى نفسهم ويقراوا صحيح. في تاريخهم نعم صحيح. افتكر دي حاجه مهمه خلاص ده تراث ودور الكتاب لن ينتهي شيخ صادق يعني الكتاب لن ينتهي دوره زي الصحيفة الآن وبابك الشهير اللي بتكتبه في جريدة أخبار اليوم باب مقروء يعني الصحيفة لن تنتهي صحيح. يعني الآن الصحيفة بتطبع حيلي بتصهر في كل أنحاء العالم صحيح. وطريقة الصحيفة وتداولها وكونك تمسكها كده ما تقرأ من الإنترنت تمسك ذات العادة ذات نعم. ترسخت في الناس إنه يمسكوا الصحيفة كده ويبتدوا يطالعوها دي في كل أنحاء العالم نعم. الآن الصحيفة يمسكها الواحد كده لكن لما تكون في الإنترنت ما ممتعة زي ما أنت تمسكها وأنا عملت تحقيق في المسألة دي ولقيت الناس بيقولوا والله العادات بتاعت القراءة والناس لسه مستمتعة بها ومتمسكة بها إنه نعم معنا ده هم عايزين الكتاب عايزين الشيء المقروء نعم. نعم ولذلك ثقافتكم انتم كانت اعمق واقوى وافتكر يعني نحن نناشد كل الشباب ان يلزموا الكتب وان لا ينسوها لانه دي في نسيان قراءتهم واطلاعهم لهذه الكتب القيمه بالتاكيد يعني فيها خساره كبيره جدا نعم صحيح. بالنسبه لهم وبالنسبه لبلدهم دي حقيقه نعم نكمل نعم التياني في الحتة دي وقف وانتهت علاقته بمصر وتوفى الله سبحانه وتعالى يعني ما وصل مصر على الإطلاق لما وصل جئت في حدها غرارا يعني في وصل الحدود اللي هي
يعني جهلا ما تعرارا يعني غرورا ما، لكن ده كلامه. فحي الله مستودع الثقافة مصر. فحسين منصور هذا عنده ديوان شعري اسمه الشاطئ الصخري. الشاطئ الصخري ده ما في زول يعرف عنه حاجة حتى الآن، كتاب ضخم. وهو رجل يعني تمرده ده حتى في شعره. يعني أنا برضو والله حتى كلمته أنا مرة، قلت له أستاذ حسين في بعض قصائد عندك تاريخيا حقه تشيله. قال لي أنا ده فعلا تفكيري، لأنه أخلي الديوان ديوان شعر متكامل. وبرضو عاجلة المنية قبل أن يعني ربطتك صلة به وكان يحدثك عن تجاني يوسف بشير كثير جدا. ومش يعني كان ديوان التجاني يوسف بشير ممكن أقول لك حاجة طبعا دي. وأنا عاوز إيش كلمك عن التجاني يوسف بشير، يعني الأشياء اللي أنت عرفتها. نعم. وهي الآن من المعميات، يعني أنت ده صديقه وأستاذه وصديقه. نعم. فكده كلمنا عن الأشياء اللي أنت سألته. نعم. سألت فيها عن تجاني وأجابك. صحيح. إجابة العارف طبعا. نعم. هو أولا أضيف لك حاجة بسيطة عن الديوان التجاني نفسه، إشراقة ده كيف ظهر إلى الوجود. هذا الديوان كان انتهى أمره نهائيا. نعم. يوم من الأيام جوني بعض الإخوة من المعهد العلمي في مصر، هنا المعهد العلمي بتاع عبد الرحمن، عبد القادر عمر الإمام، صادق عبد القادر، أخونا اسمه أبو طراف النميري، حاج علي النميري، ومجموعة كده من. وأنا جيت في إجازة من مصر، فقاموا قال لي يا أخ صادق نحن دارين نكلفك بحاجة. قلت لهم خير. وطبعا نحن بتحدث للتاريخ يعني. طبعا. قال لي نحن كان جماعة جمعوا مبلغ من المال لطباعة ديوان التجاني يوسف بشير. طيب. والمجموعة دي وأنا منهم كنا بنقعد في مكتبة في مدرمان، في وسط مدرمان، في المحطة الوسطى، مكتبة اسمها مكتبة الثقافة صاحبة حسن عثمان بدري، رجل أديب شاعر وبس وفيلسوف كده. يعني تقعد معه بتستمتع بالقعدة من هذه الشخصية كهذه الشخصية. نعم. فقال لي البتاع دي جمعناها وأدينا أنه يطبع هذا الديوان، وأديناه النسخة الأصلي. الوحيدة اللي موجودة عندنا، واللي خطاها شقيق شخص اسمه عثمان أمين فهمي من زوج أختي أنا شقيقتي. وحسن ده كان لصيق بي طوال، يعني ناس في بيت. نعم. أسرة واحدة يعني. فقال لي وكان ساكن قريب من التجاني، شارع الركابية ده المبتدى، خطه يميل. أيوة جدا. نسخة. أيوة أيوة. الزول ده ذاته في شارع الركابية، تجاني في شارع الركابية، أنيس في شارع الركابية. أنيس محمود صديقه. حسن محمود أنيس. محمود أنيس صديقه. محمود أنيس صديقه. فقلت له خلاص إن شاء الله. فقمت وقال لي الزول ده ما عارفين حصل شنو. مشيت القاهرة في المكتبة اسمها المكتبة التجارية، تقع في أول شارع القلعة، بتفرع من وسط القاهرة، من ميدان العتبة. مشيت، السلام عليكم. وعليكم السلام. لقيت كتاب بعنوان مدينة الخرطوم، كتاب صغير كده ومردوم كده في رزمة طويلة من فوق لتحت. الرئيس سلم معي قال لي أنت سوداني؟ قلت له. قال لي يا أخي الديوان ده، قال لي الكتاب ده صاحبه اللي جاء طبعه شال منه كمية، ولحد الوقت الكمية دي قاعدة هنا، ترك البقية. أيوة. الكتاب في غلافه صورة كاريكاتيرية للأستاذ مبارك. ما قال لي غايته ده اللي حاصل. أنا كلمت أخواننا ديل، اتصلت بهم قلت لهم الحاصل كده 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 كده. طيب. قام لما جوني في الموضوع ده، أذكر
كتبت 4 مقالات في جريدة السودان، كان بيحرر محمد عشري الصديق، أخو عبد الله عشري الصديق. أيوة. في المورد، ف بعنوان التجاني الشهيد، قلت أن الديوان ده يعني اتشال، ما حبيت أقول أنه أخذوا فلان المخطوطة دي. طيب. وما معروف مصيره شنو. طيب. وجهت الكلام للأستاذ المرحوم علي البرير. هل البرير ده كان السفير الشعبي في مصر؟ بالضبط. سفير شعبي. سفير بلا سفارة. سفير بلا سفارة. نعم. وهذا الرجل خدم السودانيين كثير. خدم كل طالب في مصر. علي البرير هذا يده واصله. صحيح صحيح. يعني حكى لي عنه الأستاذ الكبير الفنان أحمد المصطفى. أيوة. كثير كثير. يعني كثير علي ده لا تحصى محاسنه. نعم نعم. فوجهت الكلام له. طيب. أنه كذا كذا كذا، قلت ما في زول ينقص هذا الديوان غير الأستاذ علي البرير. طوالي شكل لجنة مكونة من حسين منصور، دكتور الله يرحمه عقيل أحمد عقيل، معروف، دكتور محي الدين صابر، دكتور الأستاذ عثمان عبد الرزاق، وأحمد السيد حمد موجود. قال لهم تشوف النسخة دي من أي حتة موجودة في مصر. أول زول ابتدوا به إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي رجل كان شاعر وأديب، وأظن هم لما سألوا الجماعة، لما سألوا مبارك إبراهيم لما رجع ومعه شوية كتب من كتبه. أيوة. قال لهم أنا أديته لإبراهيم ناجي عشان يطلع عليه. أيوة. الجماعة طوالي اتصلوا بإبراهيم ناجي. طيب. قال لهم والله الديوان ده المخطوطة دي أنا أديت لعبد الرحمن الشرباسي في صعيد مصر. قال ده شوف الموضوع نحن مكلفين، حتى لو وصلنا المحاكم لازم هذا البتاع ده يظهر من فلان لفلان. كادت النسخة دي، شفت دي القصة الحقيقية اللي نعم. هي معميات. نعم نعم نعم. فقال له الكتاب النسخة الدولة عبد الرحمن الشرباسي الشرقاوي، ده شاعر عبد الرحمن الشرقاوي، كاتب الشرقاوي. أيوة. نعم. عبد الرحمن الشرقاوي. وخشينا أنه، وحتى في ناس بيقولوا أن في بعض القصائد كده نشرت باسم إبراهيم ناجي هي من قصائد التيان، لكن أنا بستبعد الحكاية لأنه إبراهيم ناجي شاعر، شاعر يعني بيقول صحيح يعني. هي قيلة هذه الوسائل يعني. أيوة. بالذات في قصيدة الأطلال يعني. الأطلال اللي غنتها أنا متابعة دقيقة مسألة تجاني يوسف بشير. أيوة. نعم. فبذلوا ما بذلوا إلى أن حصلوا على لموا في المخطوطة في عبد الرحمن الشرقاوي. في عبد الرحمن الشرقاوي مسكوا المخطوطة، جو لعلي برير سلموا عليه. كانت كاملة؟ كاملة شايف، لأن المرحوم الغريب الشخص اللي خطاه ده توفى قريب له شهرين في بورسودان، عنده نسخة تانية اللي أنا خطيت لنفسي واحتفظتها. يعني في نسخة كانت في نسخة تانية. فسلموا البتاع اللي هو ده شقيق زوجتكم مش كده؟ نعم. اسمه حسن أمين فهمي. حسن أمين وأولاده الآن في بورسودان وكده. حسن أمين تاريخ. نعم. فأدى البتاع لما جيت من الإجازة، جيت من الإجازة جيت مصر، أول زول مشيت له وزرته الأستاذ علي البرير. هو يعني رجل يعني لما قلت له جزاك الله خير وعملت بتبسط كده يعني. وده يعني ربنا لما يقول له إن شكرتم لأزيدنكم يا أخي، دي حاجة. نعم. إنسانية راقية. نعم. والله ده اللي حصل بالضبط. قعدت شوية الحمد لله السلام الله يبارك فيك، جرد درج طلع عليه ملازم ورقة. فقال لي عبارته أبسط يا صادي، لأنه قلنا الإنقاذ حيكون عنده وكده يعني مما جميل. وقام بالعمل الكبير ده. شفت البتاعات لقيتها يا دوب جاي من المطبعة، احتفظ بها هو بيصلحها زي بروفة. أيوة. المطابع زمان كانت تجيب الورق خدتها في الكلام المكتوب وتطقها كده هنا عشان تظهر فيها الكتابة
امشي. فلقيت البتاع زي ما هي كلها بسرعة بسرعة كده قلبتها. أخذت أنا وكنت طالب في سنة ثالثة ثانوي لما علي البرير عمل الحكاية دي. فقريتها لقيت حسين منصور للأمانة يعني والتاريخ زي مرة على الديوان على الأوراق دي ذاتها شايف، وكاتب فوق في واحدة منهم بتاعت ملاحن وفيها الهوى والألم. قال كتبه لأنه دي حيصحيها وده المطبع للمراجعة. فكتب كان هذه القصيدة قالها التجاني في أستاذه حسين منصور. أنا لما شلت الأوراق دي وكده شلت الحاجات دي الحقيقة كانت مع أنه ممكن تكون في الهامش تحت الفوضى بتاعتها هي كانت بعد العنوان ملاحن كتبها طوالي تحتها. قلت أنا على قدر عنديها قريتها لقيت في بعض أخطاء مطبعية. اتصلت بالأستاذ علي قلت لي يا أخي المسألة دي بالديوان ده فيه أخطاء. قال لي أعمل جدول في الآخر أعمل الخطأ والصواب والرقم الصفحة وبتشوفوا شيء في قصيدته الأخيرة دي يعني وصف في نفسه حالته الصحية. بت أستنشق الهواء اقتصارا نفس ضيق وصدر طاق وصدر دي بقى الدشاه القصد هي كاتب صدر نطاق وصدر نطاق. أنا شلت الكلمة النون دي خليتها صدر طاق يعني مضغوط. يعني بدت أستنشق الهواء اقتصارا نفس ضيق وصدر طاق وحنايا معروقة وعيون غائرات ورجفة ومحاق ما لنا دون الاحتياء فإن الله في علمه الشؤون الدقاق لي رجاء في رحمة الله لما وسعت في الحياة ما لا يطاق. دي كان آخر شيء في القصيدة دي آخر حاجة كتبها ودي آخر حاجة كتبها وقال لي في كلام محمود أنيس فاحتفظها ذكرى فإن مت فاقرأ بينها الحب ما عليهم وذاق أو حيينا فسوف نقرأ فيها فترة لا أعادها الخلاق. يا سلام. وكان دي وعنوانه كان على فراش الموت دي آخر قصائد العنوان كاتبه هو على فراش أيوة نعم لأنه زي ما هي كان بحس بنفسه أنه هو إلى زوال يبدو يعني يبدو ذلك يعني ده ما يتعلق بي يعني صححت أنت النسخة الأصلية النسخة الأولى صححتها أنا كاتبها الأستاذ فهمي أيوة بعد ما مشت الطباعة شلتها من السيد علي البرير الله يرحمه نعم. سفيرنا الشعبي نعم. سفير بلا سفارة صحيح ربنا يتقبل منك وأخذتها وابتديت تصحح في على قدر فهمك وعلى قدر فهمك وأنت رجل شاعر يعني وهذا حنتعرض له إن شاء الله يعني لو ما عندك مانع. هذه الأستاذ عبد الماجد يعني هو رجل دعوي ورجل أديب وعرفتك أديب حقيقة وكشاعر وهذا جانب إن شاء الله سنتناوله إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. حقيقة قصة تجاني يوسف بشير قصة تأخذ الواحد إلى يعني أسئلة كثيرة يريد أن يوجهها لشيخ صادق.
ده كان وأنت بديت الدراسة في مصر في ذلك الوقت مش كده؟ درست في الثانوي. الثانوي في ذلك الوقت. يعني معناه أنت كان عندك اهتمام بالأدب، اهتمام كثير بالأدب في تلك المرحلة كده. حدثنا عن الأجواء الأدبية كانت في مصر كيف، وأنت كنت تزور أستاذ التيجاني يوسف بشير حسين منصور، وكنت تتحدث بالتأكيد عن المحيط الأدبي والثقافي في مصر في ذلك الوقت. حدثنا عن نعم في طبعا مصر، يعني الشيء اللي يثبت لها حقيقة أنها كانت منبع الأدب ومنبع الثقافة. نعم. ومنذ الفترة دي بعد ما انتهوا كل الأدباء الذين يعني أبرزتهم للعالم مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات، بعد ذاك يكاد يكون الأدب والثقافة وكده ظهر شعراء كده من الشباب، شعراء كان عندهم جمعية اسمها جمعية أبولو، أحمد زكي أبو شادي مؤسس كان مدرسة أبولو. وحسين منصور هذا النقاد الثائر على أي شيء قال، هاجم المجلة دي، قال على هاجم الرسالة، هاجم مدرسة أبولو، مدرسة أبولو اللي هي مدرسة رومانسية. أيوة. ألا لا مرحبا بك يا أبولو فقد أضحت بك الفصحى تشل. فهو ساير على أي شيء بالمناسبة حسين ده، حتى على رقبته شايف، حتى أحيانا يعني لو ما كان على وفاق معك بكرة بيطلع منشور. بس هي من المدارس اللي أثبتت يعني وجوده. نعم. كان فيها علي طه المهندس. أيوة نعم. وفيها كثير من ال صحيح. لا ما هو بس متولد وكان سائر على كل شيء. نعم. فكانت من المدارس الحقيقة الأدباء الواحد قدر يستمع ليهم، سواء كان في تقديم رسالات للماجستير أو الدكتورة أو كانت في المحاضرات. الأمريكان عندهم قاعة اسمها قاعة إيورد، سموها قاعة يورد، في ميدان التحرير في القاهرة. طيب. بتنظم محاضرات على مدى السنة. يعني شوف الناس ديل أخ عمر، يعني أي إنسان عنده فكر ممكن ينظمه وممكن يثمر هذا التنظيم. صحيح. لأن السبهللية والفوضى والبتاعات ما عمرها ما بتجيب لها نتيجة كده فيها فايدة. بالتأكيد صحيح. فالأمريكان ديل شوف من ذلك الحين، شوف منظمين كيفية نفاذهم في المجتمع المصري عن طريق المصريين أنفسهم، يعني شيء لا يثير الشك لكنه في ذات الوقت فيه شك. فالقاعة دي قاعة إيورد دي بنظم فيها المحاضرات على نوعين، ونحن كطلبة كنا بنجي نشتري الموسم كله، كل ما تجي المحاضرة يقطعوها واحدة بشيلين 5 قروش والثانية بقرشين المحاضرات. والفرق شنو؟ الأم قرشين دي تجي تستمع زي الواحد يستمع زي وزي غيره، ما فيها أسئلة ما فيها، بس انت سمعت المحاضرة وتقوم تمشي خلاص. الثانية الغالية شوية دي يحق عليك أنك تسأل تشارك وتسأل. فاستمعنا فيها لمعظم هؤلاء الشعراء الأدباء المصريين، طه حسين، العقاد، صادق الرافي، عبد العزيز البشري، زكي مبارك، كل المجموعات دي. فالواحد بيحس أنه يوم المحاضرة دي أنه ماشي يتزود يقترف. نعم. لأنه ده أنت بإضافة، القراية شيء والإضافة الخارجية دي شيء طبعا. آخر طبعا. وما لم يكن الزول عنده حقيقية يعني ويهضم هذا الذي يسمعه، الزول يقول لك خليك أقرأ لك قرايتك وسيبك منه. صحيح صحيح. كذلك في ندوة العقاد زي المعجزة، زول تدخل من ندوة دي بيته، يعني المكتبة تلف عليها تطلع عليها بالسلم،
داير ما يدور. داير ما يدور. وحتى سئل أن الكتب دي بيشترى، قال أنا ما في كاتب من الكتاب العربي أصدر كتب وجاني هدية نسخة من مادي. فلذلك أنا مكتبتي غير الآن بس تحصل عليه، بعتمد على أيضا على هذه. في ذلك الوقت ظهر معاوية نور مش كده؟ نعم. معاوية محمد نور ورثاه العقاد بقصيدة معروفة تذكرة لأن أتذكر عن لا ديك مي بتاعت مي دي براها مي زيادة اللي بيقول فيها العقاد برضو أين مي يا صحاب أين مي علمتنا ها هنا فصل الخطاب أين مي، وظل على هذه الوتيرة رسها يعني أو كتب عن أخونا الله المرحوم معاوية محمد نور هنا في العباسي في الهاشم أثنى عليه سناء. أنا ما استحضر أيوة نعم. لكن يما كتب عنه أنه هذا الشاب لو قدر له أن يعيش لكان يعني من العبقريات العالمية الناقد جدا، لكن نعم. مات في سن. التقيت معاوية محمد نور أبدا ما التقيت ولا حتى في ندوات العقاد ديوان العقاد ندوته الشهيرة؟ لا ما لأنه ما مش يعني الندوة ما حضرتها كثير يعني بانتظام كده يعني. إذا أرجعنا الحديث عن معاوية نور ونتكلم عنه في مرحلة قادمة نعم. لكن كده أحكي لي كيف كان يتصرف العقاد في ندوته الشهيرة؟ أيوة والجلوس كيف يعني مشهد الدين مشهد نعم. هنقول لنا الصورة كانت كيف نعم. بعض تلك الأيام هو مهيئ الصالون لاستقبال الضيوف أيا كان عددهم، يبدأ من الساعة 9 بالضبط يجي مارق اليوم من غرفته أو من داخل المنزل، وينتهي الساعة 12 بالضبط من كل أسبوع من الساعة 9 إلى 12 ثلاث ساعات. أول ما تنتهي يجيب خلاص الندوة انفضت، تسأل ما تشاء في أي فرع من فروع العلم وهو جالس أمامكم. أي نعم، توجه أي سؤال في أي علم، في الفلك، في الطب، في الأدب، في الإسلام، في يعني ناس أشتاد بيه، وبعدين كل واحد جاي من جهة، كل واحد في ذهنه شيء معين أيوة. لا يستفسر عنه. في الواقع أنه أمثال هؤلاء الناس أنا أفتكر فلتة، شايف ربنا سبحانه وتعالى بجيبه يديها كنماذج للبشرية في اطلاعهم، في علمهم، في معاركهم الأدبية، معارك الشهيرة اللي قامت بين توفيق الحكيم وزكي مبارك والعقاد دكاترة زكي مبارك كذا. يعني دي مسائل لحد دي الوقت الناس لما يحبوا يذكروا شأن الأدب لابد تذكر هؤلاء الناس طبعا لأنه ما تكرروا تاني، والمناخ والظروف اللي نشأوا فيها ونشأت فيها مجلة الرسالة اللي قدمت هؤلاء جميعا للعالم العربي ما بتتكرر. قامت جنبها مجلة الثقافة تاعت كامل زرات حسين وكذا، لكن ما كانت قدمت كما قدمت الرسالة نصا حسين وغيره، لأنها أسبق الرسالة كانت وأقوى. نعم نعم. أنيس منصور عنده كتاب اسمه في صالون العقاد كانت لنا أيام. أيوه. التقيت بأنيس منصور؟ أبدا. في تلك الندوات؟ لأنه لما التقيت به باعتبار أنه كان يعني صحفي أكثر منه يعني أديب. أيوه. عشان كده الفترات اللي أنا زرت فيها بعض الأدباء ديل
ما ساعدتني الظروف أنا أقابله كده. طيب شيخ صادق، حقيقة دلوقتي دارين نرجع مرة أخرى، ونحن كان في المقدمة سألنا كثير من الأسئلة، خاصة يعني وعندما يعني أنت اهتممت بالمجتمع الأدبي والثقافي، وابتديت تمشوا إلى الأدوات والمناشط الثقافية تحضروها، وعرفت أنت طبعا في ذلك الوقت بين الأدباء وبين الصحفيين، لأنه كان عندك إسهامات في الصحافة، أعرف أنا ذلك في ذلك الوقت. حقيقة ورينا المناسبة الأولى اللي أنت التقيت فيها بالشيخ حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين في ذلك الوقت. نعم. وكيف كان اللقاء؟ أيوة نعم، دي طبعا لها قصة ما نعرفها. نعم. اللي طبعا في الأول قبل ملاقاتي له، شنو اللي خلاني أنا أمشي عشان لحد يجي وقت أقدر أقابله؟ أيوة، شنو اللي هيأك؟ اللي هيأني للحكاية. نعم. وأنا كنت هذه اللي الطلبة التانين أو اللي أخذك إلى هذا المسار. نعم. الحقيقة اللي أخذني له شاب زميلنا اسمه محمود يونس الشربيني. محمود يونس الشربيني. الشربيني. نعم. مصري. مصري. وهو في الإخوان المسلمين وملتزم، وكان بيجيني طوالي في الداخلية. لعله يعني جاته فكرة كده أمل في الزول ده، هذا الشاب. نعم. يعني كنا نحن في مدرسة حلوان الثانوية، وفيها بيت هذا الأخ، وفيها بيت سيد قطب بالمناسبة. أيوة. قريب من المدرسة. ف يعني يجي يقول لي والله نحن عندنا مركز اسمه مركز الإخوان المسلمين في القاهرة. حلوان دي تبعد 25 كيلو من القاهرة بالقطار، و يعني قطار محلي على ما تيجي حقك. يعني هو شخص لطيف في كيفية تقديمه هو لحركة الإخوان اللي هو معتنقة، وما داير على طول يفاجئني. جايز يمكن لو رفضته من أول مرة المسألة تجيف. فهو عنده أسلوب في العمل، نكون مع بعض في حد الدراسة ما تنتهي، يقوم العصر يجي. أنا قلت يا أخي الحكاية شنو، دينا فرصة شوية الواحد كان داري يقعد داري ينوم الإلحاح. لكن زول عنده فكرة داري ينفذها، عنده زول قدامه داري يجيبه للحركة دي. لكن دماسة أخلاقه وطيبته وكده يعني خلتني أنا أقبل مجيئه ده كله. يقول لي عندنا مثلا في المركز العام. جايز ألاحظ عندك استعداد ولا ما كان عندك أنت استعداد للمسألة دي أساسا؟ ما يعني كان يعني ما عندك. هو يدوب بيكتشف في الشخصية دي. جايز لأنك كنت مواظب على صلواتك. جايز. وبعدين كنت زي مسؤول عن الطلبة، عدد كبير من الطلاب، فأظن داير يجيب الزول المسؤول ده لعله يجيب الباقيين. لكن أنت مطلقا ما فكرت في المسألة دي؟ ما فكرت على الإطلاق. أيوة. بس قلت أنه يعني حقه تجي يوم تمشي معانا المركز. أيوة. شيء من القبيل. ويعني أسلوب كان هي لطيف جدا. في يوم يعني قال لي أخصادي دي ما أسالي بالدعوة يعني. أيوة والله ناس بيعرفوا يشتغلوا جديد. نعم. في يوم هو زي أحس بأنه أنا مرات حلوان دي جميلة كده وفيها العين وحاجات، بحاول أعمل لي بيت شعر بيتين وكده. أيوة. فهو بقى مسك في الحتة دي. في يوم يعني قال لي أخصادي أنا فضيلة طبعا سامعين حسن البنا والأخوان وكده، يعني وجودهم ملموس لأي زول. طيب. فقال لي الإمام حسن البنا هيجي زيارة لحلوان لشعبة بتاعت حلوان دي. كنت بعمل محاضرات في المدرسة عن السودان، كلها عن السودان، لأنه حب أنه دائما
الأمية اللي بتكون عند بعض الناس حتى عند المتعلمين حاجات تتشال تزول. وصل مرحلة القضاء في أقصى مراتبه. نحييه. محمود يونس الشربيني. ف اللهم صل على النبي. قال لي الإمام حي زيارة. حي زيارة لحلوان. إيه رأيك يعني أن نتفق أنا وأنت اليوم ده تعمل لك فيه قصيدة؟ قال يا أخي قصيدة بتاعت شنو؟ إحنا الغدوة الداخلية دي فاتتنا أيوة. ونلقاها وين تاني؟ قال لي أنا بضمن لك الغداء. نعم. شايف؟ وأضمن لك الشاي كان داير قدر ما داير أنا مستعين. يا سلام. شفت الواحد لما يكون عنده هدف أخذك من الزاوية بتاعت اهتماماتك. بالضبط. يعني الشعر وال كيف؟ نعم. وقال لي قبل دي قبل ما أمشي معك في الموضوع ده الشيخ حسن البنا قبل ما يجي عنده محاضرة في قاعة السينما بتاعت حلوان. الشيخ البنا حسن البنا جاي قال لي فقلت لها خلاص أنا عهد. وكانت الشهرة تطبقت الآفاق. أيوة. طبعا في مصر. البنا. أيوة. فقلت لها أنا بيجي إن شاء الله وبيجي معي الطلبة. ودي ذات هدف من أهداف يعني بيحاول وجود ليكم معي طوالي. فقال لي طبعا الإمام جاي كده قلت له إن شاء الله نجيب الطلبة دي. الطلبة. دار سينما مقفولة كده. فعلا جينا في الأول. أنت لك من بتاعت القصيدة بتاعت الفطور والغداء والشاي والبتاعت. وفعلا مشيت وداني قهوة صغيرة كده وهادئة جدا وفي ممر كده مقفول فعلا رأيت بحسن الحظ أنا زي كنت متوقع أنك تحتزل حتجيب السيرة دي. ومن حسن الحظ القصيدة اللي هو قال لي يعني حقه جهيزة وكده موجودة المعرف. لا هذه المذكرات دي هاي أنا ما كنت حاجيك وأقول وأسألك من أيوه. المسألة دي لكن ده أنا أعرف الظروف اللي كتبت فيها القصيدة. أيوه. قلت لي في القهوة وقهوة جا كويس تمام يعني وقعدك في أيوه. القهوة الهادئة دي تعرف أكل الداخلية طبعا ما بيشجع جاي عمل لك يعني أيوه نعم حوافز حفزك يعني. وكتبتها في الجلسة دي القصيدة لا من أداني اليوم كله ما هو قال لي بيجي اليوم لا ألفتها في القهوة دي ذاتها واستمر الشاي والقهوة وانت تكتب في القصيدة يمشي بيجي يقول لي عملت ايش قلت له بس خلاص انا بحب دائما لما داير اكتب ليه والليلة لو زول جا وقف جنبي كده ما بعرف اكتب كلمة الا تنفرد بنفسك بس اكون في الجو اللي انا دايره. أيوة. بعد ما ادخل الجو ده ثاني لو ناس ورجعوا ولا شغلوا تلفزيون ولا كده ما بتهمني لكن بس اللحظة بعد دائرة خش وبعد كده زول وقف أنا خلاص كده نرجع للقصيدة قبل أن نواصل كويس فالقصيدة اللي اتعملت في قهوتك قهوجية قصيدة قهوجية قصيدة حلوة بالصباح بقى جاء حسن البنا عمل المحاضرة وجينا عدد من الطلاب الحقيقة الرجل أخاذ يعني ما خطيب صوت متحدث صوته جاهز حديثه ده بشفت كأنه في تخلل بالضبط مسجل في قلب الإنسان بيتسجل الحقيقة أنا كواحد من الناس الحاضرين أخذني الكلام ده بعد ما انتهى ورجل زي أب يعني تحس أنه بيتكلم ده أب لهؤلاء القاعدين معظمهم طلبة الشخصية ما لها تأثير طبعا بالتأكيد فقام قال معول كبير جدا في التأثير على الآخرين ما في كلام ومن هذه الزاوية حسن البنا نجح في هذه الدعوة نعم واللي يعني استقطبت في النهاية آلاف أفزاز الرجال نعم. يعني نعم 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 فقال في حد عنده سؤال أيوة قمت أنا للتشبر وتحت الإعجاب الحقيقي الشديد أخذت به يعني هو قال لو في حد عنده سؤال أنا ما قمت سألته
لكن انت قلت لهم والله نحن انا من السودان. طيب. انا الكلام اللي قلته تقريبا تتذكره؟ بتذكر. وزي الكلام ده نحن في السودان محتاجين لهم فعلا، لانه من اين لنا نسمع من منو يعني؟ نعم نعم نعم. والسودان كما تعلم امتصوا يعني انجليز خدتهم على الوطن. نعم. في دينه ودنياه الاثنين يعني. نعم. فنحن نتمنى يعني الواحد يعني يستمع يعني زي الكلام ده يصل للسودان، ويعني هو ذاته معناها انه لو قدر عشان الكلام ده يقوله هو ذاته يقوله لنا. كان يصغي لك باهتمام؟ باهتمام، هو واقف في المنصة بس ما رد علي. أنا بقى صابتني يعني خيبة أمل. خيبة أمل. وجايين معي الطلاب وأنا زي يعني أنت رئيسه ورئيسه مثلا يعني شايف. الحين كسبت كده، قال حد عنده سؤال يعني هنا هنا، وقعدنا نحن لحد ما انتهى. جينا مارقين ومجموعة طلاب سودانيين ماشيين، فسامع صوت ينادي ورا الطالب السوداني السوداني كم واحد جايين جارين تاع. لما حصلونا قال فضيلة الشيخ بس عاوزك. رجعنا وهو جاي، ما هو مرق ذاته. فنحن أنا قفلت راجعا وهو جاي علينا. أذكره تماما يعني وضع يده في كتفي كده. الأخ من وين؟ قال من الخرطوم. قربت أقول له من ابن باي شارع الدوم. من الخرطوم إن شاء الله. قال لي كلام أنا كتبته في عندي مذكرات بالمناسبة، كتبت كلام قالوا زيارة دي ذاتها يمكن لو تيحت فرصة أوريك. فقال لي يا ابني معنى كلامه بالضبط، جاب لي أبيات شعر لشاعر اسمه ابن حمديس الصقلي يقول فيها ما معنى كلامه، أنه لو كنت حرا يعني أتنقل في بلاد المسلمين ما لما تركت وطنا إلا زرته. استدركت عرفت المقصود. فيعني السلام على السلامة. في نفس اليوم حتكون الاحتفال اللي أخينا ده مكلمنا عنه، أخونا محمود الشربيني. محمود الشربيني. الشربيني. يعني الصباح محاضرة، طبعا الظهر وبعد ما انتهت الغداء عند فلان والنهاية والاحتفال في المساء شعبة. طيب نحن نقف هنا بهذه النقطة والفاصلة التي تدعو المشاهدين إلى المتابعة حقيقة بالتأكيد. عاوزين نعرف تفاصيل اللقاء وتفاصيل الاحتفال اللي أنت قلت في هذه القصيدة اللي كتبتها وأثر ذلك، ثم بعد ذلك تجددت اللقاءات وتكررت بالشيخ حسن البنا أو الإمام حسن البنا، ونريد أن نواصل بإذن الله في الحلقات القادمة من هذه النقطة. فبارك الله فيك وجزاك الله كل خير، ونتمنى لك الشيخ صادق عبد الله عبد المجيد كل يعني أمنياتنا لك بالصحة والعافية والمزيد من التوثيق وهذه المعلومات المهمة بالنسبة للكثير من الناس الذين يتابعون هذه الحلقات وسيرة شيخنا العظيم صادق عبد الله عبد المجيد. بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخ عمر. بارك الله فيك وللأخوة العاملين معنا في هذا الاستوديو. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. على امتداد التاريخ.